الخبر أول اللي عدنا عن أمير الجلادين وكشف الحقيقة قمر مار إذا هي فعلا مهددة أو لا من نور مار. طبعا ما يعرف أنه هو أمير الجلادين هو أكثر شخص مختص بقمر مار ومواضيعها وأشياء الألغاز اللي عنها. هذا المقطع على قناته باليوتيوب وكشف بكل هذه الحقيقة يا حبايبي، راح أحطكم رابط المقطع بالوصف، أتمنى من الكل يشوف المقطع. نروح حاليا لمحمد جواني والقنبلة اللي فجرها بالسوشيال ميديا. فمحمد جواني يا حبايبي نزل البرومو مال فيديو الكليب مالته الجديد اللي فعليا ناري يا حبايب. فنزل البرومو يا حبايب اللي هو كان بعنوان كلكم فيك يعني كلكم كذابين. راح احطكم رابط البرومو بالوصف اتمنى من الكل يروح يشوفه. وثما قلت لكم بالسابق يا حبايبي انه بالفيديو كليب راح يكون وياه هلا الرفاعي نفس اللي غنت وياه وسام تكيت اغنية تيك توك. كلنا نروح نشوف البرومو راح احط لكم اياه بالوصف. حاليا النورين والتقاهم ويا بعض، فالحين الموضوع صدمه يا حبايب، ولكن مزوا شويه ستوريات نور مار ويا نور ستارز. وبهذه الستوريات على من خلال انه راح يسوون مقطع على قناه نور مار انه نور ستار تصبغ له شعر اللون معين وما حد يعرف شنو هذا اللون. وبنفس الوقت يا حبايب نور ستار صدقوا انه راح تكشف حقيقه نور مار وفضايح عنه ما ادري شنو. عن حب الاول عليكم راح اعطيكم كل هذه الستوريات اللي حاب نشوفها كامل. ما بسالوني بالخاص انه كيف شفت نور وهيك، ترى انا ونور نعرف بعض من زمان من زمان. انا بعرف حبه الاول. ايه انت لفتيني بالقصة. انا بعرفها من زمان يا جماعة لنور، وعن ما جيت على دبي صارت فرصة انه نشوفها. بس انا بعرف اول سيارة اشتراها اول بيت اجره. بس جايز احنا ما بنطلع سوشيال ميديا بنحكي يعني. انه على الخاص انه بنحكي مع بعض بس بتعرف عني شغلات يخرب بيتك. انا ندمت لانه حكي لك يعني الصراحة. اذا عشتكم تعرفوا اي سر؟ لا 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 احكوني. لا 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 اوكي سو انا اسمي نور اوكي، وهذا الانسان سرق اسمي يعني انا نور ستار. انا بطل امي اسمي نور وانا كمان اسمي نور. خلاص عادي يعني. ليش انت باخذ اسمي وبعدين ليش نور مار؟ ليش انا نور ستار؟ ليش انا كنيتي مار؟ ايش اسوي انا كنيتي ستار؟ طيب ايه ستار انا كنيتي مار ايش اسوي؟ بس ايش هو نور ستار يعني على القافيه كمان. المهم اهلا وسهلا فيك. كيفك شو اخبارك؟ كيف كل شيء؟ كيف الحياه؟ حلوه الحياه جميله والله. اخيرا يعني انه التقينا التقينا الأسراره حبه الأول علاقته. جماعة أنا بعد إذا بتكون تعرفوا عنوان شقته بالتركية سيارته أي موديل. بس ما حدا بيعرف أنا بعرف أنا قلناش أنا ما أنا ندمت وحكيت معك ديك المكان. بس هو ما بيعرف على فكرة. لا ترى بعرف. لا والله ما بتعرف. حبك الأخير بس مش الأول. لا مش الأول. أنا على الحديث. أنا خلاص قديم. أنا كنت سألوه قديم بس قديم بس ما في كيلو. لا ما في بتاعك. حاليا بدي اشوف اذا نور غبية او لا. انا بعتقد غبية. تعالي طلع علي. طيب رح اسالك كم سؤال. امسكي ايدي. هاي اصبعي مو ايدي. هاي اول واحدة طلعت فيها غبية. طيب لازم اركز. خلاص يلا 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 سكري عين وغمضي عين. سكري عين وغمضي عين يعني سكري التنتين. واحدة سكري عين واحدة غمضي عين. هيك سكرتي واحدة. انا بقولك سكري عين وغمضي عين. هاي غبية مرة تانية. لا خلاص غبية طلعتي مع الأسف. خلاص مع الأسف. لا هن كتير صعبين أصلاً. شو وين صعب للصعب عليك؟ بعدين ذكاء الروح لو سمحت. خلاص لا ما نحن على جمال الروح. بس أنا بكرة مسافرة. توقعوا وين؟ حطلكن دولتين هون. أنتوا تخيلوا أو يعني متخيلوا إنه أحكي لكم. شو أحكي لكم؟ أحكي لكم وين؟ لا والله والله أحكي لكم وين. ما بيعرف أصلاً وين. في شخص وانا عم بشتري قهوه قلت له بتحب القهوه؟ صدمني وقال لي ما بحب القهوه. وانا يعني اللي بيعرفني بيعرف انه انا بعشق القهوه. وفجاه هلا عم لاقيه شو خلصها شو صرت انت مدمن قهوه هلا صراحه. طيبه والله يا جماعه ما بعرف اين اللي راح يصير وما بعرف ايش راح يصير وبالي رايد اصبر. بس مش تفكرت فيديو يوتيوب لانه يا جماعه الصراحه انا ما كنت فكر ابدا اصبر. خلص ما بصير لازم يستنوا اليوتيوب فيديو ويشوف اللون. لو انت اصلا ما بتعرف اللون ما يكذب عليك يا جماعة. مهم نرجع حديثنا نحن اتركوا قلنا لا ما بصير. أنا كنت مالي. ننتقل حاليا لفضيحة بيسان اسماعيل وأمها وتدخينها. فباخر مقطع نزلت بيسان اسماعيل على قناتها يا حبايب تقريبا بالدقيقة 9 ودقيقة 11 ظهرت بأحد اللقطات كانت أم بيسان قاعدة تدخن جازمة سيجارة وقاعدة تدخن مثل ما شايفين يا حبايب هذه اللقطة. فعليا كل الكومنتات قاعدة يحتوي على هذا الموضوع ويتهجمون على أم بيسان يقولون إنه هي قاعدة تعلم قمر أو حتعلم قمر على التدخين. مثل ما تعرفين يا حبايب إنه بيسان حاليا هي تنرجل وكشفت لكم هذه الحقيقة بأكثر من مقطع يا حبايب. وبنفس الوقت أم بيسان هي أشخاص اللي حولين القمر مارهم قاعدة تنرجل يعني وتدخن ومدري شنو. فلا سمح الله انه هذا الشيء صار ياثر على قمر مار بما انه هي عمرها 15 سنه. طبعا هي عادة ام بتخاف عليها ولكن اكيد هم احنا لازم نخاف عليها وننبهها. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، هتشوفوا الموضوع فضيحه
او لا. روح حاليا ليارمر والمقطع اللي راح تنزله باجر، فيا حبايب نزل شوية ستوريات تعالوا من خلال انه راح تنزل مقطع باجر حيكون مقلب على قناة يارا. نختم اخر شيء برغدي كوميديان وموضوع خطوبتها، فرغدي يا حبايب نزل شوية ستوريات تقول بيها انه بالايام الجاية راح تصير هوايشة راح تصدمكم وراح تعرفون عني هوايشة غريبة، فلي اغلب المتابعين صاروا تقول ممكن الموضوع يكون عبارة عن زواج او خطبة، وهي ردت عليهم ياب راح يكون موضوع خطبة عن قريب يعني. عاكم راح تكون الستوريات شوفوها. ما أنا لي فترة كتير طويلة ساكتة وساكتة وساكتة، بس بدي أحكي لكم شغلة، يعني ما رح أحكي بالتوضيح كمان، بس بحكي لكم أنه استنوا إشي جديد وحياة جديدة وتغيير جديد. ما رح أحكيش أكتر، أحكيش أكتر كفي خلاص. لما أفرجي كمان الله مش قادر مش قادر خلاص. قريبا كتير بصوا حبايبي اكتبوا لي بالكومنتات هل تتوقع ممكن تتزوج غيث مروان او تخطبه، بما انه غيث مروان هم نزل قبل فتره ستوريات هم يقول بها انه اكو اشياء غريبه راح تصير بحياتي وتغيرات، ما ادري الصراحه. اكتبوا لي بالكومنتات رايكم. وبس والله حبايبي انه وصلت المقطع، لا تنسون مقطع امير الجلادين والبرومو مال جواني الكل اللي راح يشوف هناك ويثبت وجود مملكه القصص جيش. وبس مع السلامه.